سمكات كذا مضبوط والله متواضع معنا محمد لا الحين معنا الله يبيض وجهك جاني شد عضل الله يبيض وجهك مرحبا بك والله لي مرحبا والله لي تنساهم خخاخة طيب من اللي با... من اللي ابن عمك طال عمرك يلا بغيت رفيق وبغيت ابن عم ايش تبي بس اختر خلاص انت خليك هاي خليك هنا لين يجي الدور الثاني لين يجي الدور الثاني وش اسوي ايش اكتب اكتب اسمك هنا ورقمي لا ايش ابي برقمك مضايقين علي انت اخذ رقمي طيب ايش تبي اكتب اسمي بس وش اكتب وش الفايده اكتب اسمك ولقب اي لقب لك مسطره قلم فرجار لحد يشوفه يلا اخلص صوت 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 ما بسمع صوت جيني كذا ايه كم الساعه لا اي خله ما الكاب عليك والله هاد يعلمك وش اللي انا اعلمك ولا احد لا 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 ودي الرجال ذا من الله سلطان سيف ليه متى تمشي ترى بتدير انا دور الكبسيه انقطع صوتك خلاص لا 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 في هنت لا قل له لا لا يقول لك لا لا هذا وش هذا وهذا ما بعد بديت فيها لا هذه لا يلا هذا اللي يطلب اجلس اجلس انزل انزل الى هنا روح هناك راح راح اجلس روح روح عبد الله سالم وينه؟ انت انت عبد الله سالم؟ رجال يبغى يلعب معه والله شيل النقل لا لا هذا كنت اي كم عددهم؟ وذا؟ ايه سجل اسمه انت لازم تكتبه هنا بعد ايه لان هذه بوريهم اياها وهذه لنا عشان نعرف من هو ايه طيب ما حارس انت ايش تكتب 2 3 4 5 6 7 7 هذا كتبته لا طيب باقي انا ما كتبت واحد هذا بكتب واجد يا شيخ انت كني مخليها 7 ولا 5 بس ابو ثقل خلاص خليك محلك خليك 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 تعال تعال هيا ابو ثقل صح ايه ها إيه؟ طيب وش اللقب اللي تبيه مسطرة قلم فرجار وش تبي اللقب إيه؟ كحلام يلا
كم عددهم؟ إيه. تركي من؟ اللي قاعد يشرب ضبط الحالة من هو؟ أنت كويس. كم ذا؟ وين ستريفو؟ وين؟ هذه كلمة صح؟ أيوه. ها؟ ترك الوابي صح؟ أيوه. يلا هجلس روح هجلس. ما عليك ما عليك أبو ثقل. أبو ثقل. حلا 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 خلصتهم كلهم دول ريان كتبت قلم ايه ريان كم عندك عدد؟ انا عندي 13 وانا تكون سحابة عندي 11 11 انا مزود 2 مساكم الله بالخير مرحبا وسهلا انا ما ادري الكاميرا هنا ولا ما هي هنا المهم ما ادري كيف يقربون ايوه عشان تشوفون هذه الاسماء حقت الشباب حقت المتسابقين كل واحد اسمه لا لا كل واحد اسمه ولقبه خلاص الان يا شباب عشان تكونون بالصوره الان بنجي عند ابراهيم ونسال نقول عندنا القاب خلاص يقول والله اللقب الفلاني اتوقع انه هذا ما حد يشوفه سم سياه اذا اخطاه يصير عنده اكس واحد اخطا الثاني يشيل عفشه ويمشي اذا جاب الاسم صح يشيل العفشه ويمشي اللي جاب اسمه يا سلام واضحه ها ما طيب مين مشكله انت فهمت بس ونعم ونعم معي ابدا من وين من عند ابو بطي ابدا من عند ابو بطي طيب تعال قم قدم المسابقه ما ادري عنك لا لا ايش رايك ترميها انا وتقول زي مسح والله طيب ابدا صوت شباب شوف شباب تكفى اللي يتكلم عشان ما تخرب المسابقه اللي يتكلم يمشي تبي انت تمشي امشي عادي يا عبد الله من راحتك خذ راحتك عادي والله ما في خاطري شيء اه يلا محلة زين طيب عندك الصيني انت خلك على ما انت عليه الصيني كريزماوي خخاخع دله الدندون ريموت اباضه قلم الشيخ الرجال ملعقه الورع كحيلان اختار اسم وقل اتوقع ان هذا حق دقيقة اصبر خلنا نبدا منا عشان ما نضيع بدا هنا من هنا معك يلا لا لا ما له اتكلم معي انا بسرعة بسرعة السلام عليكم ما خربت الفقرة دقيقة لا تقول خربت الفقرة دقيقة لو سمحت لا تسقط على المواد كيف حالكم؟ ساكن طيبين ياك الله اول شيء اسقطتوا علي قلت خربت الفقره اول شيء انا ما خربت الفقره لو سمحتوا دقيقه لا تقولون لا فقرتي مو بعد الفجر لا قبل الفجر ولا قبل الفجر فقرتي باي وقت انا انا الرجال اي وقت اخش عليك تمام شيء ثاني وين الرجال اللي قلت له ايوه انت صح قلت لكم قال لي بسوي فعلي قلت لا تسوون لاني بدخل عليكم انا بس ما قال تمام بعد ما ادخل عليكم انا اسوي فعلي لان الهواء كله بكله الولد هذا مهند خطا عليك اسمح لي بس ابشر والله بسعدك شم اسمح لي تفضل شباب استريحوا 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 شباب استريحوا كيف حالكم يا شباب ساكم طيبين كيف معنوياتكم يا منيب بالله افتح لي سبيكر ايوه تمام طيب كيف حالكم
بالله صفقوا. هذه الصفقة أهديها لكم، الله يبيض وجيهكم. لاحظنا تغير كبير فالرياليتي والتصويت، الله يبيض وجيهكم. أمس كلامي سوى يعني سوى دافع معنوي لكم أتوقع، صح ولا لا؟ ولا زعلكم كلام البارح؟ أنا دافع معنوي. يعني زعلكم بس أعطاكم دافع. إيه أكيد. أول شيء الله يبيض وجيهكم. تفضل يا شيخ. وصراحة أهنيكم على روحكم الجميلة. تسلم. وأبارك لمحمد. يستاهل. محمد يستاهل الكرت الذهبي. تستاهل والله يا الشيخ. وفالك إن شاء الله الناموس. الله يرحمه. وفالك بيرك البرنامج. طول عمرك ويسعدك يا رب يا كريم. صح. الحمد لله واحد منكم طلع وخذ الكرت الذهبي. هذا أسرع رد. أسرع رد جاي أنا. صراحة أهنيكم والله. جاء واحد منكم بسرعة زي كذا وخذ الكرت الذهبي وتصويت يشوف فيه منافسة قوية يعني بينكم بالمجموعة الأولى، فأحييكم أنا. وبالأمانة كلامي أمس أنا أعتذر عن كلامي اللي أمس، بس ممكن الكلام اللي أمس أعتذر لأن الكلام اللي أمس كان شوي يعني قسيت عليكم، بس انه جاب نتيجة يعني اسف لكم وشكرا لي يا حبيبي. شكرا. اتبع بتيك. ايوه. ولا تتبع مضحك. الله يعني شفتوا على الجعيد لا تتبعونه، هذا على الجعيد اللي ما جاب دا ويضحككم هذا ما ام اجيتكم انا هاته عشت الله يبيض وجهك. بس الطقم حريق. كيف كرك كذا يسبك مرتين ورب الكعب لو اقلبك تغير لونك. خلاص خذه كله عشت عشت. الكوب طاح. شباب يا الله في العافيه. طيب اشوفكم واحد صبكم كرك يا شباب العدال تبون الكرك يمشون والله في السعايه يمشون والله. تابع تعب تعب يا اجل صب لي ولا تقعد تسوي فينا اودي قسمت له الحين لبابا خليه يجغم منا لين الساعه 6 الصبح. ايش سويت امس؟ ايش سويت امس؟ دافع معنوي. قلت لكم اعتذر. دافع معنوي. دافع اعتذرت. الاعتذار من شيء من الكبار صح ولا لا؟ يا قلت يستاهل والله حبيبي. يستاهل اول فنجان. حبيبي شكرا. اول فنجان راح هنا. لا لا هذا شوف مكسور انا عشان التصوير. عشت عشت شكرا. اعطني تقييمك. شكرا. منو تسوي؟ انا. انت تسويه؟ خلاص انت مثل البزارين لازم يقيم رايح. حلو 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 حلو. ماني برايح. لا لا امزح والله انه حلو. من 10 من 10 لا تجام مني. 9.5 من 10. النص ذي كيفي كذا بس مزاج. ما بكمل من اليمين. انا التبيت. طيب شباب انا التبيت. وش كانت الفعاليه اللي عندكم؟ ما ادبيه سالكم انا. لا لا خلك بجلسين. الفعاليه اللي كانت عندكم يا شيخ، الفعاليه اللي كنت تسويها لهم وشي؟ ما تصلح لك يا رجل. تعال 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 يا شيخ تعال. تعال اجيب حليبي معي. لا انت تعال انت. والحليب خله خله. تعال تحيه للشيخ. تحيه كيف؟ ايوه تحيه للشيخ استاذ. يا مرحبا ومسهلا. ايش بكل بقى. هلا يا مرحبا. كيف حالك؟ ابشرك. طيب. الله يعزك. كيف امورك؟ الحمد لله. وش الفعل اللي كنت تسويها لهم؟ والله كان فيه مسابقه. ايه؟ ما ادري ايش اقول لها. ايه؟ اسماء. حلو. طيب كل واحد يقول اسم ولقب له. طيب خل هذا سويته انا. طيب وش كل واحد يقول اسمه ولقبه سويته انا يعني احنا نقتدي بامثال. الله يعزك. الله يسعدك. احرجتني والله ما تستاهل. طيب يا شيخ كيف ترى يعني التغير او التغير الجذري بالمجموعه يعني من فارق من امس من بعد ما طلعت انا ابدعت بليلتي اليوم من جيتو الى الحين كيف كلمتك للشباب؟ لا انا اتوقع ان كان على شو اسمه على عينك غشاوه ولا هم ما تغيروا بس انت اللي نظرتك سوداويه لنا ولا هي؟ ما كان على عينك غشاوه ابدا. لا لا اشوفكم عدل وادري انكم امس كنتوا فاشلين واليوم للامانه طلعتوا جدا جدا ممتازين. صدق هم فاشلين لين الحين. ها؟ فاشلين لين الحين. بس ما اسمعوك ترى عيد. لا 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 ما بيهم يسمعون. ما اسقطت انا لكم امس امس يعني كان فعل ماضي صح ولا لا؟ صح. احنا عيال اليوم امس ما يذكر. امس فعل ماضي. مستواهم بسيط. خلاص يلا ابشر. اي لا تعود لا تعود. ترى فينا حميه على يعطيك العافيه. كنت باخذ منك كلمه بس ويعطيك العافيه. بس حلو انك قلت الحين هذا والله الناس. طيب شباب انا عندي فعاليه بسيطه. زين؟ بس الفائز ما راح يكون فيها انا نفس كل مره يعني. الفائز راح يكون واحد منكم. الفائز راح يكون واحد منكم. انا اليوم انا اجيكم اسوي لكم فعاليه والفائز يطلع بالنهايه انا صح ولا لا؟ اليوم بسوي لكم فعاليه بس ابي ناس فيهم كذا خباثه. احتاج في ناس فيهم خباثه. لما ينجح في اللعبه ذي الا واحد فيه. الا واحد خبيث. اي لا خلي الخبث الاعلامي، الخبث الاعلامي الله يبعدنا عنه ان شاء الله.
طيب تعال يا حمد، ابي ست اشخاص. تعال يا حمد، تعال يا نايف، سيف، سيف معليش، سيف، سيف. شيخ تعال. طيب تعال يا سلطان. طيب كم وصلنا العدد الحين؟ أربعة. أربعة باقي خمسة ستة، باقي اثنين. تفضل يا شيخ. طيب وجه الخبيث والله. لا لا ما فيكم الخبيث إن شاء الله، بس إيه حرجة. قول حرجة ويطلع. من هو؟ حرجة. حرجة؟ إيه. حرجة وين حرجة؟ حرجة أنت؟ حرجة؟ حرجة. تعال. كم وصلتوا؟ ها؟ سم؟ الكرك؟ موجود هذا والله. سبي يبرد شوي عشان أشربه. صباح النور، مرحبا ومسهلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تعالوا شوفوا. تعالوا معنا. يلا. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. شفت كيف إنه خاف عليك ونحنك. أبيكم في الساحة هذه. الصف صف. خلكم جنب بعض. بس لا تبعدون عن بعض. خلكم جنب بعض. طيب اللعبة كالتالي، بشرح لكم. خلكم هنا عشان الكاميرا بس. خلكم هنا. بشرح لكم اللعبة. وأتمنى بعد الشباب يسمعون يمكن آخذ جولة ثانية. كذا. خلكم جنب بعض. صف صف صفوا. أيوة صف صف مع محمد. اللعبة كالتالي. تمشون بحركة بطيئة. زين. كيف تمشون بحركة بطيئة؟ تتوزعون. خلنا نقول الدائرة هذه، توزعون في الدائرة هذه، تمام؟ خلكم خلكم الحين، توزعون في الدائرة هذه. ترى ما أسمع للبي صوته. أي أبشر، آسف، آسف. المهم، توزعون في الدائرة. خلنا نقول هذه الدائرة مثلاً، تمام؟ وتمشون بحركة بطيئة. واحد يخبث على الثاني، مثلاً أنا الحين أبخبث عليكم بجيب علبة موية، فهمت؟ وبالحك. أنا قاعد ألعب معاكم وبالحك كنت تمشي بطيء. أبصب عليك علبة الموية، أنت ما بيك يجيك الموية، لازم تمشي بسرعة، بس لازم تمشي بسرعة تطلع برا اللعبة. فهمت اللعبة؟ ما فهمت. فهمت ولا لا؟ اللي بيصب الموية. طيب. الموية من؟ نطبق على. أنت ولا حنا؟ أنا أقول لكم بشكل عام، زين؟ الحين مثلاً بديت اللعبة، قلت لكم واحد اثنين ثلاثة ابدوا. بسم الله. إيه عادي عادي ضامن. ضامن. يعني ما أخذ كرت ذهبي. كرت ذهبي. برا ذهبي. أنا ما أقولك تواضع، بس تخيل قدها قدامك شكلي غلط، صح؟ حقك بحقك. طيب بحقك يا فهد. شباب الفكره، الفكره وشو؟ الله يبيض وجهه. الفكره وشو؟ انه ما حد يمشي بسرعه لين انطق انا. زين؟ يعني كل واحد يخرب على خويه. انا اخرب عليك ابيك تمشي بسرعه. اثر له يعني؟ مثلا اعثر لك، مثلا واحد يخرب على الثاني. الحين بحكم انه واحد نهايه الشغله ذي واحد يطلع فايز. اخبث واحد يفوز. طيب. اخبث واحد يفوز. ما راح نطبق بيننا وبين بعضنا، ما هو بحد نطبق. لا لا بس انتم. كيف نطبق؟ يلا طيب طبقون واحده. خلينا نسويها تجريبيه. تعالوا قولوا هنا في المربع ذا عشان في المربع ذا ياخذكم. ايوه توزع توزع خلكم جنب بعض. توزع توزع ايوه توزع ايوه توزع. يلا واحد اثنين ثلاثه كلكم تمشون سلو موشن كذا تمشون كذا. يلا امشي. فهمتوا؟ ايوه كذا امشي على الدائره. غطوا بعض يعني. مشي زومبي. غطوا بعض. انا ابخبث عليكم مثلا، فهمت؟ ابخبث عليكم. يلا زبط واحده. ما ابي اجيب لكم. ما ابي. يلا نمشي على المربع ولا الدائره؟ اي بس انتوا يعني واحد الحين يخبث على الثاني. الحين بدينا ها؟ مثلا مثلا يلا جربوا. يلا شوف التجريبيه. فهمت؟ يعني مثلا كذا مثل شوف حرجه. ايوه شوف. ايوه بدون ما تتكلم. صح صح بدون ما تتكلم. لا كان بيزار بينهم. ايوه بدون ما تتكلم. شباب شباب فهمتوا اللعبة؟ بدون ما تتكلم وبدون ما تمشي بسرعة، لأن لو مشيت بسرعة بتخرب اللعبة. خلاص تطلع تطلع أنت برا اللعبة. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بسم الله على بركة الله. وقفوا وقفوا ايش فيكم مشيت بسرعة؟ لا انسخ. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. واحد اثنين ثلاثة ابدوا. ايش تبي أنت برا؟ سلطان برا. ليه ما عرفت؟ طلعت بسرعة. لا والله مشيت بسرعة. هاي تطبيقية والله. لا خلاص تطبيقية. والله ما ادري. والله خلاص انت. والله ما ادري. سلطان طالبك. 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 طالبك المرة الثانية. ترى إذا ما طلع بنطلع كله. طيب يلا نعيد عشان سلطان. واحد شباب واحد سلو موشن بطيء جدا. واحد اثنين ثلاث. إذا ضحكت ترى بعد تعتبر طلعة. ولا تسولف. هذا شو يوقف؟ ولا دمش. لا تسولف. برا. ما ما سويت شيء. برا 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 برا. أنا أسكت. طيب بس بس خلاص برا برا. سيف. استريح استريح. طيب. دم ذا وقف. ليه وقف؟ شوي شوي سلو موشن شباب. شوي شوي.
شيخ شب صب على راس واحد ما شيخ 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 ضحك ريان شيخ بار لا ريان ضحك انت حركت شيخ ما بغي يقول ما بغي يقول لي تأشر ما تأشر بشيء انا شو شيخ شيخ سلموشن سلموشن شباب سلموشن سلموشن ايوه سلموشن انا شو بعد مشيت صب على راس واحد ايوه عشان يطلع لا بتصحي من النوم انت سلطان سلطان سلموشن سلطان اتأشر لا لا المويه كامله المويه كامله المويه كامله ايوه شوف خلي خلي المويه ايوه طيب انا مويه طيب سلطان المويه كامله مويه كامله رد مويه كامله صب على راس صب على راس برا برا فيك فيك برا فيك برا هو اللي حركك هو اللي حركك فيك برا وبني تحركت هو اللي حركك ترى ما اسمع الاربين صوته غبيب يا شباب لا ما عليك ما عليك باقي اخر اثنين حمد لا سلطان كذا غوريلا سلموشن 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 مو كذا برا ليه خلاص الفايز حمد ليه قلت كذا خلاص برا فاز حمد تراني ما دريت انا اوريك صراحه الف مبروك تعال الله يبارك فيك الف مبروك عايد مهم جداي المركز الثاني دقيقه المركز الثاني ما في مركز ثاني سريع تعال يا حمد تعال معك ما في ما في اي احساس لا ما في ابدا خلصت اللعبه خلصت تحرك تعال يا حمد حمد وقف سوينا طبعا حمد يا شباب نبيك استريح بس عشان الكاميرات حمد فزت معنا باخبث شخص نسخه اي بجيك بجيك انا فنجان الخباثه ما خباثه مقدم الله يطول عمرك انا مالي دخل انا لعبه بس هذه فكرتك طال عمرك فالمحتوى هذا يرجع لك الله يبيض وجهك يا ابو العز ايوه وان شاء الله انك ما تقصر طيب لو ان المحتوى يرجع لي لو انك كنت تكون مغبن وخبيث كان ما وافقت على الخباثه ما مشيت معي صح والله بنوافق معك ما حنرد يعني ان شاء الله في شيء في خاطرك ما نرده باذن الله يعني انا جردتكم في الكلام ها مشيت على الكلام وشو الطيبين مثلك وشرفك مشي على كلامك الله يسعدك حبيبي تفضل زين تفضل تفضل يعطيك العافيه الله يبارك صفقوا لحمد ان شاء الله صفقوا لحمد صف طيب شباب شوف قول له الله ترى انا دايم يعني عشان تكون بالصوره دايم ادخل ماني مجهز ولا شيء زين علشان ايه ارتجال عشان استمتع معكم اي خلها على الله انا اقنعني ضحكني انا خلها على الله ايوه انا خلها على الله وتمشي معي الحمد لله والشكر وحلوه كلها ارتجال عشان تستمتعون طيب ابي دونك دقيقه عزوز ثاني مره طالب دقيقه ايش تبي ابي العب مو هو لعب انا ببالي شيء طيب تدري ايش اللي ببالي يمكن ابي اطلع واحد يسقط على نفسه انا احب اشارك عادي إيه؟ طيب تعال لا اصبر اصبر يا اخوي خليك ثقيل اذا دخلت انت بتسمون الله يسعدك الله ياخذ اسمك الله احرجتوني احرجتوني والله العظيم كيف حالك؟ والله بشر سك طيب خير الله يطول عمرك ابي ترشح لي واحد من الشباب اي متحدث متحدث يعني مثلا مثلا اعطيه موضوع طلق. اي اعطيه موضوع يتكلم الين يجيب الموضوع بصيغه حلوه مضبوط تمام مضبوط اي في واحد طلع بس مدري وين منو محمد محمد مساعد طلع فلاح 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 اي تفضل فلاح تعال فلاح فلاح ولا هذا؟ عطني أحمد خلاص تعال أحمد تعال طلق دقيق طلق أنت خلاص أنت تفضل استريح خلاص كذا بس أنا بكت أختار لي واحد حلو أنا كنت أبي هذا تعال تفضل يا أحمد أحمد ليش بس ليش اليوم تفضل يلا اليوم كنت مع فقرة تقنعني صح استفزني استفزني ما طيب أنا أشوفك يا أحمد ما قدمت الشيء كويس فقرة استفزني لا ان شاء الله اني قدمت شيء طيب وش قدمت طيب وش قدمت هو سالني وش بتقدم في البرنامج وش عندك وش ما عندك انا جاوبته بالشيء اللي عندي بس هذا والله تعتبره شيء يعني والله هو هي على محاوره هو اللي سواها آه. شايف انا بناء على محاوره رديت عليه طيب طيب الحين لو مثلا اعطيك محور انا مثلا اقول لك طلع لي افضل 5 اشخاص من هالمجموعه هذه والله افضل 5 اشخاص كلهم والله مبدعين ولا بتحصرني ليش على طيب ليش ليش جواب دبلوماسي ليش ما تطلع على افضل 5 لا بس انا عادي صابعك مين صلى على رسول الله ها. انت لما تقول الان طلع لي 5 اشخاص كيف تبغاني اختار لك 5 من المبدعين دول كلهم تقول طلع لي 30 متسابق اقول لك ابشر انا ما بيت ابي 5 طيب لا. والله العظيم انا اقول هذا الكلام مجامله ولا شيء طيب قسما بالله انهم مبدعين انا شوف انا عندي لعبه ثانيه ممتاز علي ثانيه لا انت قول طلع لي
خمسة أشخاص بدون كلمة مبدعين. أنا أطلع لك خمسة أشخاص. هو عشان مبدعين بس. كلهم مبدعين. أنا أبي خمسة أشخاص. خمسة أشخاص. سبشر. خمسة أشخاص. يعني أنت كشخص، أنت كشخص يوم أنك كم لك يوم؟ ثلاث أيام معهم صح؟ ثلاث أيام أكيد عرفت من الشخص اللي عنده سرعة بديهة، ومن الشخص المتحدث، ومن الشخص اللي عنده أرياليتي، ومن صح؟ الله. فأنا بيطلع لي خمسة أشخاص وتنوع لياهم، واحد مثلاً حق أرياليتي، واحد حق صايد، واحد حق مثلاً قصص وما قصص، واحد حق مواضيع، واحد متحدث. فهمت فهمت عليك. فهمت علي؟ فهمت علي. طلع لي أفضل خمسة. لا يا رجال. يلا. طلع لي أفضل خمسة يلا. أنا بختار عشوائي، بختار عشوائي. لا تختار عشوائي. ترى هو اللي بيقول لكم بختار عشوائي بس هو بيختار أفضل خمسة. طيب يلا اختار. طيب أول واحد أبو سعد. تعال أبو سعد. من بعد؟ صف قول أبو سعد يا شباب. الريالتي عندها طيب. ما شاء الله تبارك الله. شايف؟ كيف حالك؟ الله حيك. مرحبا ما شاء الله. يلا اختار بسرعة 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 ما في وقت. الشيخ مهدي. ارحب يا الله حي الله يبيض وجهك. تفضل. شايف؟ يا مرحبا ما شاء الله. كيف حالك؟ سكت. فيصل. يلا حيك. طيب. وين فيصل؟ جايك جايك. لا لا بدون بدون كلام تعال 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 أبو عاصم السلام عليكم أبو عواد يلا حي تعال أبو عاصم بس واحد من ثلاثة أربعة واحد أيوة الشيخ فلاح وأبو عواد طيب تمام كذا يا شيخ لا خمسة بس أنت قلت لي خمسة من غير يعني ولا ليه ما اخترت نفسك طيب طيب أنا رقم واحد ما يحتاج صفقة يعطيك العافية يعطيك العافية الله يعافيك طيب شباب لا عدم معك يا الله يبيض وجهك اللعبة كالتالي اللعبة اسمها أكمل القصة تمام أنا جبتكم اليوم لأن ما عندي شيء يعني ما جهزت شيء ما جهزت فعالية تمام فأنا بيكم تقدمون قصة حلوة للجمهور الحين الجمهور في الأوقات هذه عشان تكون بالصورة تلقاهم جالسين يدورون سالفة تضحك سالفة إيه تونس قصة مفيدة فأنا الفعالية هذا اسمه أكمل القصة يعني وذا يقول قصة وذا يكمل لا لا أنا الحين صح تعال تعال تمسك جيب الربيز جيب الماك استريح شوف كالتالي هذا يقول كلمة مثلا يقول أنا مثلا كذا أنا الشيخ وش يقول يقول أنا رحت أنت تقول أنا رحت البقالة مثلا أنت تقول تقول أنا رحت البقالة وشريت الله هذا يقول أنا رحت البقالة وشريت مثلا عصير فهمت الفكرة؟ اتجاوب بس ابشروا لي فهمت الفكرة؟ واضح بس أهم شيء ما تطلعون خارج الصندوق يعني تكون سياق الفكرة كلها يعني نطلع كلنا وقصة رابط أيوة قصة متناسقة قصة بس أهم شيء يفهموا ترى العود نور ركزة الحين أيوة العود نور ركزة يعني لازم هو يبدأ بكلمة مفيدة يمديكم تصنعون عليها قصة جيت عندي تمام يا شباب الشخص الصح بإذن الله فلازم أنا كمستمع أفهم وش قصة أفهم وش القصة في رسالة حتى لو بدون رسالة عادي أهم شيء قصة مفهوم طيب الحين واحد اثنين ثلاثة نبدأ أنا انضربت لا لا ترى اللي يختب يطلع تقولها انا انضربت تقول انا انضربت تقول كلمته بعدين تكمل يلا. انا انضربت ورحت لا 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 كذا فهمت يلا انا انا انضربت انا انضربت من ثلاثة انا انضربت من ثلاثة وصفقوني انا انضربت من ثلاثة وصفقوني في المدرسة وش اقول ايه كمل ايش قال ايه انا انضربت من ثلاثة وصفقوني المدرسة طيب كم صفقوني بالمدرسة ايوه ورحت البيت ايوه انا انضربت من ثلاثة يعطيك العافية يا شيخ يعطيك العافية طيب عدل قصة ايه تعيدون يلا جبنا شباب اذا انضربت انا انضربت من جيبوا شيء شيء جبنا شيء مفيد وانا ببني يلا يلا انا كتبت شباب صوت صوت خلينا نسمع قصة خويكم يلا خالد خالد مات الله اكبر خالد مات في حادث خالد مات في حادث يوم الثلاثاء خالد مات في حادث يوم الثلاثاء ايوه هو واحد اسمه محمد لا كذا طول اكثر من كذا هذا هو كلمه واحده كلمه واحده خالد مات يوم الثلاثاء على طريق الرياض خالد مات يوم الثلاثاء على طريق الرياض مع اثنين خالد مات يوم الثلاثاء على طريق الرياض ايوه مع اثنين لا تغشش
توهق 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 ثواني شكرا اتقل على اسمك الله يقول طيب انا بجيب قصيده شباب قصيده بجيب قصه ايه والله انك صادق مركز اكثر مني الحادث موجود لا لا خلاص تكفى طيب شوف مات من اول يوم سؤال دام الحين باقي ثلاثه شفت في قصه هادفه لا الا كلها موت كلها موت وكلها ضغط هي تبي القصه انا اقول قصه واحده قصه كامله تقدر ترتبها عندي كرك بس عادي اعطني اياها هذا شاي بيحطها جنبك بيحطها جنبك شوف شباب حلو شباب ابي قصه هادفه ابي طيب عادي عادي نروح شوي ونرجع لك يلا اعطيكم دقيقه واحده دقيقه واحده راحه دقيقه واحده بس لا كنت تتفقون تعال 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 ارجع لا يا لا بس قصه الفكره عشان نطلع بقصه حلوه خليك اعطيكم فكره لا لا اعطيكم فكره لا انا بعطيكم يلا جيبوا لي قصه عن الكرم خلاص عندي يلا عن الكرم عندي الكرم شباب الكرم انا طلبت منهم موضوع يقولون قصه عن الكرم تمام وانتم شوفوا ثاني تمام اللجنه انتم ما بيحكم انا طيب يلا. مو عشان اخوياكم ترى التقييم ذمه وضمير يلا اوكي ممكن الصوت بس يا شباب قوموا تعاونوا وما ذلوا يلا الصوت بس يلا يلا جانا ضيف جانا ضيف في المجلس جانا ضيف في المجلس وذبحنا ذبيحه جانا ضيف في المجلس وذبحنا ذبيحه وكرمنا جانا ضيف في المجلس وذبحنا ذبيحه وكرمنا واعطانا علوم جانا ضيف في المجلس يلا عود يلا ضيف جانا ضيف في المجلس والكل أهل وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما هذه جلسة العريس لا جاءت باقة العرسان هدية في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام نقول لك بعده انك المال ومن هالعيال الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف كشتتك بالنفوذ او الثمامة باقة الحمام المغربي تقدر عليها فروعنا المختلفة تخدمك انت او اختك امك او زوجتك اي احد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة وباقاتنا تقدر تهديها احجز خدمتك في مركز اقدامي تخيل طعم شاهد القيمة صار بهالأكياس لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية يا سلام شوف دم الغزال الغربي يغنيك إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما هذه جلسة العريس لا جاءت باقة العرسان هدية في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام نقول لك بعده منك المال ومن هالعيال الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف كشتتك بالنفوذ أو الثمامة باقة الحمام المغربي تقدر عليها فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك اي احد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة وباقاتنا تقدر تهديها احجز خدمتك في مركز اقدام تخيل طعم شاهد القيمة صار بهالأكياس لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية
يا سلام شوف دم الغزال. الغربي يغنيك. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع إن راهن لك عليها. هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما هذه جلسة العريس لا جاءت باقة العرسان هدية في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام نقول لك بعده منك المال ومن هالعيال الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف كشتتك بالنفوذ أو الثمامة باقة الحمام المغربي تقدر عليها فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة وباقاتنا تقدر تهديها احجز خدمتك في مركز أقدامي تخيل طعم شاهد القيمة صار بهالأكياس لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية يا سلام شوف دم الغزال الغربي يغنيك إن كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي جودة ونظافة وتنوع إن راهن لك عليها هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما فيوم زعلت أنا رجعوني الشباب غصب صح ولا شباب؟ رجعوني شباب غصب قالوا لازم عبد العزيز يكمل فقرته ولا انا كنت بطلع من الفقره خلاص قلت ما عاد بقدم الفقره زعلني محمد عيسى يا شباب تحيه تحيه ترى عشانكم عشان يرضى عشانكم يا رجال طول عمرك طيب اهم شيء عز ما يزعل حبايبي والله والله يا شباب صدقون صدقون حاجه صدقون حاجه لبيك والله اني ودي انزل الربيز واجي اعيش معكم واتساب مرحبا الف والله العظيم مرحبا الف ليش لانكم تونسون صراحه يعني. ما كان صار زعلان ما كان يزعل والله زياده لنا يا عبد العزيز حبايب 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 طيب لعبه الاذني وخشمي وراسي امس عجبتكم عجبتكم طيب ايش رايكم نلعبها مجموعات كامله كلكم ها كلكم مستعدين؟ شلون؟ ها؟ مستعدين؟ شوفوا شوفوا الشباب الشباب داخل الشباب داخل قالوا عبد العزيز اسلمي قدامك 20 متسابق ما راح تقدر تسوي لهم كنترول تمام؟ ايه لانه صعب على المقدم يسوي كنترول ل 24 شخص كلهم ممكن واحد ما يمكن واحد قاعد يسولف مع واحد مو منتبه لك فهمت؟ اكيد شباب اقدر نقدر نسويها كلكم مع بعض طيب بتكسرنا يا ولد شوفوا انا بختار دقيقه بختار كم واحد انتم؟ عشرة؟ عشرين؟ طيب يكفون من هنا صح؟ انا بالكاميرا تصير في النص في النص هنا ويكون مجموعة هنا ومجموعة هنا فهمتوا؟ عشان اختم هذه بالفعالية هذه
تمام؟ طيب كم واحد انتم بالله عدوا لانفسكم؟ واحد اثنين بيه بيه كم؟ 22 18 22 يا رجال ستة كم؟ 18 كيت 9 تعالوا كلكم يلا تعالوا يلا 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 مشينا صف صفين صفين عيال 9 من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا ايوه من هنا ايوه صفوا قدام بعض قدام بعض ايوه صف واحد محاورة صف واحد ايوه صف واحد ايوه هنا 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 ايوه هنا هنا ارجع ارجع شوي خليك قدام بالضبط خليك قدام بالضبط ايوه ايوه يلا بسرعه 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 شباب بسرعه يا شيخ شيخ صوت شباب دقيقه خليني اشرح لكم الفكره ايوه كم العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 انا هذول اول اثنين تعالوا انتوا اثنين تعالوا هنا بس مين اروح احكم انا لا 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 انا بحكم عشان يصير العدد كويس ترى هذا 9 طيب انتوا شوف طيب ما عليه ما عليه عاد عاد واحد من هنا شوفوا شباب مضاربه لا مو مضاربه بسم الله عليه المضاربه انا بوزع المويه كل واحد قدامه مويه ايه نفس لعبه امس بس ابيها كلكم على الارض على الطاوله على الارض على الارض لا يا ولد انت بي شفت اللعب اللي امس رجلي بطني راسي تمام وترى اللي معنا الكنترول يعني الكنترول فيها الحين كم رجال داخل الكنترول دقيقة شغل شاله او شيء حاجة يمشي الماء اذا وقف لا دقيقة بشرح لك شفت فكرة امس بطني رجلي راسي لا قلت الموية مسكت الموية شفتوها ايه نفسها بس كلكم مع بعض كل واحد قدام كل واحد كل واحد قدامه مثلا اخذ مويه فيصل فيصل اي تا واحد منكم ياخذه عبد العزيز اي واحد مثلا انا مسكت المويه عبد العزيز يطلع عبد اقرب مستشفى ساعه الله يرحم والديك انتم عددكم 18 صح حلو 18 الحين 1 2 3 تعال خليك مع فيصل تكفى 4 5 6 7 عليكم تنفون قدام بعض يا عيال كل واحد قدام واحد يا عيال كل واحد قدام واحد بسرعه مضبوط كل واحد قدام ايوه كل واحد قدام واحد هنا هنا خلك كل واحد قدام واحد ايوه ايوه كل واحد قدام واحد وكل واحد تحت قرورة مويه ايوه صح 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 كذا صح ايوه مظبوط 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 دقيقة بشرحكم بشرحكم لا لا يمين يمين بس يمين شوي دقيقة في النص في النص في النص دقيقة هذه هذه خلاص لا خلاص 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 كذا قدام خلاص بس شيخ خليك معايا لا بس أنا بشوف أوزن شباب ارفع رؤوسكم ما هذا مضبوطة بالله صفوها صفوها صح أيوة صف ذيك قدام في قدمها عدل دا شوي لا اللي عندك يا الكاميرا الكاميرا سيف لبيك طيب شوفوا شباب الحين الجوري قدامكم تمام اللي بيفوز مجموعه واحده اللي بيفوز كم واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 بيفوز 8 اشخاص بس تمام الفكره كالتالي بطني راسي اقول لكم بطني راسي رجلي خشمي بدينا احنا فهمتوا لا بس اقول اشرح لكم فهمتوا لا قلت المويه مو الحين مو الحين دقيقه لا قلت المويه تاخذون المويه زين والله لا انا ولا انت الى تجربه الحين نرجعها طيب نجلس لا لا وانتم واقفين وانتم واقفين طيب بالله يا اعداد ركزوا لي خلوكم معي في الكاميرا وركزوا لي على جميع الشباب تمام يا المعدين والكنترول حبيبي والله زين يلا شباب ستاند باي ستاند باي يعني وقفوا خلوكم جاهزين خلكم جاهزين فكوا دينكم فكوا دينكم فكوا دينكم يا شباب خلاص عيونكم تحت على القارورة وارفع عطني سبيكر عطني سبيكر ارفع صوت عشان يسمعوني بطني برا برا شيخ روح مكانه اول فايز من شباب شباب ركزوا يا شباب لا قلت المويه تمسكوا المويه زين مو الحين مو الحين دقيقه يلا ستاند باي جاهزين جاهزين عيونكم تحت على المويه يلا بطني راسي عيني رجلي خشمي راسي عيني ظهري
طيب طيب اخر محاوله بعطيك اخر محاوله خليكم نفس المكان خليكم نفس المكان خليكم نفس المكان خليكم نفس المكان خليكم كل واحد مكان خشمي راسي عيني خشمي راسي عيني بطني رجلي خشمي راسي المويه اللي خذ اللي خذوا المويه شباب بالله لو سمحتوا اللي ما اخذ المويه يستريح اللي اخذ المويه يكون مسكها قبل انت تكون نجمي مع انا ليه الكنترول شوفون شباب شباب الكنترول شوفون الكنترول شوفون مع طيب اللي خذوا المويه شباب اللي ما اخذوا المويه يستريحون يستريحون بس يستريحون شباب اللي ما اخذ المويه يقعدون يا شباب شباب كلنا شباب لا مستحيل ممكن ثمانية ثمانية بس ثمانية كلنا خذينا اي ثمانية الصف لا الصف لا اي والله 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 انت قوي خذيت انت يا عزوز عزوز انت واقف هنا دقيقة شباب شباب اسمعوني 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 عشان ما يصير تلخبط قدام الكاميرا بس واحد الصوت شباب دقيقة اسمع سلطان تكفى اللي ما اخذ المويه شباب يجلس بس عشان اشرح بس انا فاهم والله اني فاهم قلت رجلي مسكت يلا استريح بس اللي ما اخذ المويه استريح يلا تعال طيب كم واحد مع مويه 1 2 3 4 5 6 7 فيصل الشيباني ماسك هاي قلت رجلي واحد منكم ماسك المويه غش صف ذا ولا دقيقه انا راضي اني اطلع بس بشرط واحد يحطه بذمه انه هو اللي ماخذ المويه اللي انا اللي ماخذ المويه ولا لا ما في ذمه شباب من اللي ماخذ من اللي ماخذ المويه عبد الله ولا عبد الله عبد الله تفضل انا عبد الله عبد اثنين وعبد الله اثنينات عبد الله عبد الله واحد هذا ولا هذا عبد الله الاسود انا عبود هذا عبد الله شباب هذا ولا هذا انا هذا احكم بالحق هذا الله والله اللي بيحكم انا اوريكم عبد الله واحد اثنين عبد الله هذا ولا هذا الاسود هذا الابيض هذا هذا المشكله اقسم بالله والله لديك هذا ولا هذا بسرعه هم باعوني تمام هم باعوني والله والله فيكم خلاص شباب بما انك خلكم خلكم مع بعض تعال طيب تعالوا لا كم واحد كم واحد انتم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 قدام 4 بسرعه كم مكانين اي بنفس مكان مكانكم 4 قدام 4 لا خليك مع 8 هذول لا لا ماني بخلصها يا ابوي خلاص يا ولد والله العظيم انهم يقول يقول ما كلكم واجد مع الامور طيب طيب اربع قدام واحد منا يروح هنا يا رجال يصير هنا ايوه حقول كلها الدعوه بسيطه يا رجال بسرعه عشان تاخرنا شباب بتقابلني مرحبا طيب حطوا المويه قدامكم فوزي والدنيا ساعه خلاص انا مويتين كيف اقول فوز لا لا حطوا بس حطوا حطوا واحده ايوه حطوا واحده حط 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 واحده ودعتها الله شوف من اللي تو ودعتها الله يلا جاهزين ودعتها من اولها جاهزين جاهزين ولا لا؟ جاهزين يلا ستاند باي ركزوا لي خلوكم معاي في الكنترول لا تقعدوا تبنوني عبد الله اليمينك يسارك عبد الله يمينك يسارك ركزوا طيب راسي بطني عيني ايدك ورا ظهرك ايدك الثانيه ورا ظهرك عيني ايدك ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك خشمي انت مقرب راسي نازل تحت مره رجلي خشمي عين راسي لا عزو شوف شو منازل ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه قاعد يركع عليه خشمي عيني راسي خشمي عيني راسي بطني شد عضلات بس طيب والله هذا وفيصل فيصل 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 هذا ايه انا شايف ما مسك هذا كنترول تظلمني تكفى تظلمني برا يا شباب الله يستر ابوك كنترول معنا طيب صف المويه كم واحد انتم اربعه كم واحد انتم ثلاثه خلاص ثلاثه ثلاثه يلا ستاند باي جاهزين ستاند باي جاهزين شباب بطني راسي ظهري خشمي عيني راسي اذني خشمي راسي عيني خشمي بطني ظهري 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 المويا من اللي اخذ المويا من يدخل المسابقه دي يا شباب اللي اخذ المويا منو واحد اثنين
ثلاثة. شيخ أشوفك أنا الموية مفتوحة ذي. يلا خلكم جنب بعض. تضمن خويك. إيه واحدة حطوا واحدة. حط واحدة على ثلاثتنا. أيوه. على ثلاثتنا. أيوه رجع يلا. بس دقيقة. يلا خلكم جنب بعض. ركز ركز. ترى ما يطبق الحركات. أيوه. يلا يلا يلا. خلنا كذا. بطني. إيدك ورا ظهرك. أشوف كله مركز مركز معكم. خشمي، أذني، بطني، ظهري، 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 بطني، عيني. والله ما حد شافه. أنا أعلم. والله أعلم. أشوف. ألف مبروك. الله يبارك فيك. اسمك؟ سياه ولا كل بي سياه اي نعم ونعم مالك الف مبروك الله يبارك فيك يستاهل يستاهل الطيب الف مبروك ان شاء الله عقبالك الفوز وشكرا لك على فعلي ترى بسيطه بس ونسكم بس الله يبارك اكيد يعني طبعا شباب انا انا مم شو تنقال هي كيف تنقال ممنون صح ممتن ايه ممتن هي ممتن ولا ممنون طيب انا ممتن لكم جميعا شباب على على الروح الحماسيه اللي عندكم وعلى الشيء اللي قاعد تقدمونه للجمهور والله العظيم انكم مبدعين واتمنى لكم التوفيق تفضل انا غشيت ادري انك غشيت عشان كذا طلعتك طيب كلمه اخيره بس قبل لا امشي قبل لا اختم كلمه اخيره قبل لا اختم تفضل شيخ ها كلمه اخيره قبل لا اختم شكرا لكم لحجم السماء لأنكم أشخاص جميلين أفضل من المجموعة الأولى أحلى مقدم طبعا والله يوفقكم أتمنى أتمنى إن شاء الله من الجمهور الكريم اللي خلف هذه الشاشة العظيمة أنهم يصوتون لهذا المجموعة لأن الود ودي انهم يدخلون كله الله اسحبوا على المجموعه الاولى وصوتوا على المجموعه هذه فلازم يدخلون ذولا كلهم لو ما دخلوا كلهم انا بتصير عندي عقد نفسيه صراحه ها يا رجال عوض ولا قطيعه باقي 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 ثلاث ايام باقي تمدح فيكم ثلاث ايام لين تعجزوا عبد العزيز عبد العزيز عفا عليك هدني كذا ها ترى انا غشيت الدوسري ها شفت انت ها شفت انت انا اقول قول شفت انت عادي عادي ما عليك المره الجايه بعوضكم ان شاء الله بجيبكم فعاليات افضل من كذا عبود طيب عبد الله ختاما عبد الله الحمد لله على السلامه صار في اصبعك عورك ما على الامور طيبه امور طيبه عادي هذه الدنيا ختاما يا شباب شكرا لفريق السوشيال ميديا وشكرا لابو عبد الله وشكرا لجميع هذه الاداره وشكرا لجميع من في هذه القناه وشكرا لكم شكرا لكم حبايبي وجودك في الله يسعدكم اصد ما يبي مجامله صلوا على النبي اللهم انك ترفع ضغطنا وتجيب لنا الجلطه انا ارفع ضغطكم اي حرام الله لي حليلات عموما صلوا على النبي اللهم صل وسلم على محمد على قول سالم حسام نختم بصالحات اعمالنا والحمد لله رب العالمين ودعناكم الله ودعتك الله يا عم والله تحدي صدق ابو اثنين يقولون لهم خفاف صدق ها اثنين يقولون لهم خفاف لا خفاف بس واحده هذا الحين وبنروح ابغى اضغط تعال 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 تعالوا تعالوا كلكم 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 لا 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 ها يا شباب اثنين خفاف يقولون لهم خفاف تركي يخني انا حبيب اثنين يقولون يقدرون يسوون انا ابو ثقل طيب تركي سند خفاف وش حركات سياف سوي حرف سياف تركي تعال خلاص اجلس الباقي تركي ومهند خليني اشوف تعال 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 هنا تعال هنا 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 خلاص تعال يا شباب وبطي تعدون ابغى اشوف من اللي بيقدر يسويها ابغى طاقيتين يا شباب طاقيتين عندك وترتي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما هذه جلسة العريس لا جاءت باقة العرسان هدية
في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومن العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة، باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. تخيل طعم شاهد القيمة صار بهالأكياس، لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية. يا سلام، شوف دم الغزال. الغربي يغنيك. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هولي هولي كاريزما، في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري، بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما. كيف تغطي نفسك؟ جزء على غمض عيونك. غمض عيونك. عد شرع عد شرع يا مان. نبغى كنترول. يعني احنا نطوف. لعبت محمد قبل بس كنترول. بس حبشة. كنترول بس شوف. نلعب حبشة. احنا الحين نطوف. نلعب حبشة ولا كيف؟ عليك عند مهند. جبت مك في مك في مك. خليك مع مهند. ها. توقع من يضربك. آه ها 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 كويس. يلا يلا يا شباب. يلا كيف؟ يلا در در در. يلا. يلا 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 يلا. بس وقف. خطأ. ارجع. أخلص. يلا 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 يلا. ارجع. ها. فيصل برا فيصل برا. يلا يلا يلا. يلا 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 يلا. حمد صح. ارجع خطأ. ارجع خطأ. سبح رح عز. عبد الله برا 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 بسرعة. يا سلام مهند. يا سلام احمد. شل عفشك. طول مهوب على طول. عبد الله شل عفشك. يلا تأخروا تأخروا انتوا شوي. تأخروا ما وراكم شيء. ما وراكم شيء. فلاح جهز فقرتك. ارجع ارجع ارجع. ما حد ضربك. ارجع غمض غمض ما تفتح. انا اشوفك مفتح. غمض ما تفتح. يا سلام خطأ. راح. ارجع 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 للبيت. غمض غمض. اي غطى غطى. عز يا مال العز. يلا فوق اثنين. وقف وقف. جتك دوخة. انا دخت. ارجع ارجع كذا. سو كنترول. يلا عادي. ها المخدة. لا لا تضرب بيدك عشان يعرف. حذفه. لا لا بيدك بيدك. يلا بسرعة انكتم الرجال. بدون تصفيق. ايوه. واحد اثنين ثلاثة. خطأ. يا سلام خطأ. ارجع. اخير. فتح يا مهند انتبه. ارجع ارجع. طيب انا فزت. طيب كم مره فزت؟
باقي واحدة، باقي واحدة وبعدين خلاص. يلا واحد اثنين هيا. يالله وانا طالبك يا رب اعوني، يالله وانا طالبك يا رب اعوني. يا سلام مساكم الله بالخير. شوف الناموس بتطول لعبة. ها يبي لها ناد بالاسامي اجتنا وناد بالاسامي لا تبونها تبون حركة وش هي؟ خلنا نشوف العيال بنشوف. لا شباب شباب تبون 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 لبه تبون تبون المسابقه حركيه ولا احنا جالسين؟ اللي احنا جالسين قبل شوي، اللي احنا جالسين قبل شوي قدامنا كتبنا وكل شيء خلاص مره. طيب معليش يا شباب اللي بقول اسمه اي اللي بقول اسمه ها تكرما. ايه شباب صوت صوت عيال 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 الصوت واحد الصوت اللي معليه بس دقائق ويطلعون. اللي بقول اسمه يجلس واللي مو باسمه موجود ها اورغا قراها الشله كلهم راح يجلس. سياف يلا سياف روح يا سياف روح اشتراك خله 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 يا ربع اجلس هنا يلا رحنا يا ربع سبع اشخاص باخذ بس اسمحوا لي. سياف مهند احمد العامري محمد ال بريك عبد الله الحربي سيف تركي لا لا هذا لا هذا لا مو موجود تركي تعال انت تعال اصبر انا الا انت في كل شيء لازم تشوفك. لا مو في مو في اي بس بعيد خليه يروح يغني هناك بالحاله. ريان 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 هنا ريان هناك تعال 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 عود 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 الله يمسكم بالخير. ايه لما تفرق ولد عود عود هناك 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 واحد حق الشاهي حق الشاهي موجود. اسمك مسجل عندي وين ما سجلت اسمك قبل. وين عبد الواحد مسجل اسم عبد الواحد ولد ما سجل اسمه ما سجل اسمه ما انا قاريها واحده واحده ما سجل اسمه. لا تقرا لا تقرا لا تقرا لا تقرا. قلت اسمك قلت هذه بن هذه. ايه يلا راح راح شباب خذ امسك يلا 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 اصبر اصبر شوفني اعطني عشان اعطيه سيني فيه صح خلاص خليك خليك ماك دخل فيه كاريزما ابشر محمد ال بريك محمد ال بريك وينه؟ موجود الريموت ما فيه ابى اضاف من اللي بعد ريان فيه مو موجود الشيخ من الترك يا ابا هلا تعال 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 احسن تركي تعال والله نجيك ازهله عندي ازهله اخلصوا ارجاء يا شباب 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 اسرع 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 يا رجل تعال طلبوني ما كان تجي لا ابيض الله وجهك هذا من تواضعك وطيبك تعرف تحيا نذكرهم ب هنا ولا هنا روح هنا اذكرك هنا اصبر اصبر باقي اكتب اسمك خليه يجي خليه يجي خليه يجي ولقب غريب شكل غريب ما حد يدري به اي لقب اي لقب في العالم انت قد سجلت اسمك هنا صح؟ لا ما ادري والله اسمك واي لقب غريب
ما اتوقع سند قطاني نسيتني يا شيخ. تعال تعال وياد ولد 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 اقلام وروح ودي ايه ودي افتح الدفتر بس شوف طريقتك التقليد حلوه في خاطري يا فيصل ابشر بس يكتب ابي اقرا اول صفحه ما يسمع زين اي لقب لحد يدريبه لحد يشوفه ايه لبه قلبه ابشر ذا الحين قلمه لا تشوف ايره صح نقال لهم لا تشوف شفت الولد المصري اللي سيكل ما داعي تسلم ما داعي تسلم باب القريه اه خلاص حاط الدفه خلاص عرفته ابغى اول ورقه شرط اول ورقه حرجة انت هنا ها الحرجة هذا فيصل متاكد بالكلمه واحد يسميه سم اللي تبي يا رجل تعال انت شو اسمك انت ريان صح ايه ريان هذا 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 حد دعاني موجود دعاني قبل سعد عطى ادري لا في واحد ثاني اخلص علي سجل ما اعطيتني القلم يا ولد وين ورقتك انت ما حد يدري باللقب جيب القلم هذا قلمي قلمي اي فكه قلمي قلمي امسك الغطا امسك الغطا قلمي قلمي امسك الغطا كانك عمي فلاح سجل اسمه تبدا بسين لا هي سيف ولا سكين يا له 12 عمره 60 سعد العتيبي صوبر اجلس اجلس ابو ثقل اجلس اكتب اسمك ثاني لقب لك ارجع 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 ما عليك ما عليك ارجع ارجع ها ها صور انت فيصل العتيبي فيصل العتيبي فيصل الشيباني ما حد يشوفه لقب هذا فعل ولا تلابزوا بالالقاب يا رجال عين خير بس تعال يا شيخ طفشت يا شيخ سمحت ايه ابو نجم نجر نجر انت قلت وكيل يا ابو عاصم فصلت من المدرسه اللي انا فيها سند نجر وش سبب الفصل؟ سند نجر يا يلا لا بس انا معجبني صوت كمل 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 تراجك بتشبه من البعد وتوجه يلا دعيتك بصوتي يا صارك ليه ما توحي وانا اسمع ضلوعك من صدى الصوت لجيا على بس عدل ايه هو قال اتجه الجمهور بس ايه حط حط اصبر اتجه تكفى ورقة واردك تكفى عطى عطى خلي يعطينا وتر حمد يلا اسلم وافق طلعها يلا يعرف هناك ويجيك زوم لا على الورقة بس في هنا زوم واجد لا لا زوم هناك هناك حمد جعلني فدوة حمد ولا كاميرا ثانية كاميرا ثانية روح الكاميرا ذيك زين يلا اسلم يا مخرج أبابا هناك سجى أخبار من صبكم يا للجنوب داركم عقب البطا سجى من زرا وسايف وبشراعكم صابين اسناس الهبوب ضايق صدري وعيني تهلع براها ويسر
جت الاخبار يا صبيكم يا داركم اقبل بطاش ادب من زاره سايف وبشرعكم صبيل اسناس الهبوب طايق صدري عيني تهلعب الله اكبر زين اسلم لا والله معزوم معزوم انا من الرياض انا من الرياض والله يا زلمه ما يدخل قناه سالوني ليه ليه ليش احنا متسابقين انا ليش احنا متسابقين بيظهروا مع البعض بعد ايش تحنت يا جعان يوحي وحا وحي عنك وحا وحي عنك وحا عزتي اللي مش تحن من دلعي لبيك لبيك ثلاث نقاط لبيه النقطة الأولى سم ولبيه وابشر النقطة الأولى أذكر نفسي وأذكركم حتى لو طلعنا الوقف لا تخليه الوقف لا تخليه يا الربع تكفون لو ترسلها لو أنت ما أنت ما عندك قدرة أرسلها لا تحقر من المعروف شيء يقولون امرأة من العصر الأموي يقولون كانت تتصدق بأموال طائلة فلوس وعقب ما ماتت قال والله في الرؤية انها رؤية انها في انهار من الجنة قالوا بسبب ما وش قال بسبب نهم اجرته طيب والاعمال اللي سوتها المساجد والمصاحف ما نفعها الله به نفعها بهذا قد تنفعك انت يوم القيامة برسالة فلا تحقرن من المعروف شيء الامر الثاني ابي اقول لكم شيء ترى نجاح فلاح هو نجاح الشيباني ونجاح الأكلبي ونجاح الدوسري ونجاح القحطاني ونجاح الرجال كل بونا ف ومن انت اي تعال فخذها مني وانا اخوك تراك ما انت بناجح ما انت بناجح الا بنجاحي وانا ماني بناجح الا بنجاحك فكل بونا انت عاون نعم سواء المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه احنا نقول المجموعه الاولى ما علينا منهم لكن يبقون اخواننا ويبقون نعم. ربعنا وحنا افضل منهم حتى لو كان ما كان عليهم يستاهلون عندك يا شيخ دلحين بادر الله تبرع سام على الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه طيب لبي الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه طيب يا الربع وانا بعد من عندي سهم خير الله وجهه ويشتركون فيها الجمهور اللي ما يقدر يتصدق الله يرحمه طيب يا الربع المسابقه كالتالي ببدا من عند عبد الله الحربي بقول يا عبد الله عندي اسماء كذا 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 هو يختار اسم مثلا يقول والله اللقب هذا مثلا لقب الريموت لقب الدندون ايوه الفلان جابه صح يطلع رايي شيخ واحد من القابل يشرف عليك لا ما عليك ترى ما تطالع ان شاء الله خير واجد ترى لا تصدقونه ترى مسويها لا تصدقونه كله موجودين الا ذا ما تكذب فاهمينك يا دكتور واحد واحد طيب يا الربع بنبدا من عند عبد الله بقول له اختار شخصين يختار لقبين هنا وهنا عشاننا كثيرين اذا جاب اللقب على واحد صحيح يطلع على طول يمشي طيب انا بقول لك حاجه اذا جاب مرتين خطا عبد الله يتوكل على الله بقول لك حاجه براء للذمه سم قبل شيء انت سالتني اول واحد قبل يجي عبد العزيز فقلت الاسامي بقى اثنين توقع سجل اللي هو فيصل واحد ثاني الاسامي توه دخلت عليهم لكن حاجه قول يا عبد الله سيف وش اسمه كذا فهمت من ضمن الاسامي حلو مش دخل شوف شوف اصفر عادي ها ناظر ده ها والله جدول جدول يا عيال فرصه الحاج قفل الباب طيب يا سلام ما والله ما هي بغريبه عادي الحياه ايه ما يعطى الا مستحق لا طارد العصفور الضعيف اللي ما له ذنب يلا
طيب عبد الله عندك الاسماء، عندك شباب 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 تكفون صوت، عندك عندك الصيني، عندك كريزماوي، عندك خخاخه، عندك الدله، عندك الدندون، عندك اباضه، عندك قلم، عندك الشيخ، عندك الرجال، عندك الملعقه، عندك نجر، عندك الورع، عندك كحيلة. الرجال. الرجال من؟ عبد الله سالم. عبد الله سالم اطلع برا. ونعم والله بس اطلع برا. اطلع برا. رجال رجال. رجال اطلع برا يا رجال. اطلع برا يا رجال. يلا. من الالقاب؟ لبيك. اسماء عندك؟ اي لا ما عندي الاسماء، الاسماء عندك انت. خلاص انت اللي بتعرف. صيني، كريزماوي، خخاخة، عدله، ريموت، الشيخ، قلم، اباضه، ملعقه، نجر، كحيلان. اسمي مو موجود يا شيخ، اذكر اسمي مو موجود. من اسمك انت؟ اصبر. اي ما عليك. اخر الليل يا شيخ. هذا؟ اي اي هنا. هنا هنا هنا. اي اي خلاص يلا. كويس. يلا. الصيني والريموت. الصيني والريموت والرجال، لا الرجال راح خخاخع وشنبو ونجر والورع والشيخ وسوبر وملعقه والورع. يلا طيب يا شيخ صل. ها استعلوا ايش رايكم يعني من الاسامي دي؟ انت قل اللقب هذا على فلان. قل اتوقع انه فلان تركي. طيب أباضة. أباضة من؟ ترك القريشي. ترك القريشي ودعناك الله يا ذيبا. جعل ربي يطول عمرك. شل عفشة كيف الله يحفظك. قام حظك قام حظك. أول اثنين مخطوب. حيوا أباضة حيوا أباضة. استاهل أباضة أبو شكر. حكم حكم إيه أبو عبد الله خليك حكم حكم. عشان تبيض. يلا يا أباضة. شباب صوت. نبي سبيكر يا أباضة. يلا الاسماء ما نفاضي عود الاسماء احفظوها. الصيني، كريزماوي، خخاخ، عدله، قلم، شنبو، سوبر، الشيخ، ملعقه، الورع، نجر، كحيلان. اختار اللقب. شنبو. سند. خطا. اختار ثاني بسرعه عشان تطلع. هذا فيصل. يا رجل يا رجل برا يا يلا خلاص ما عليه. يلا انت فزت خلاص. اكرمكم الله. حياك الله. يلا صيني، كريزماوي، دله، دناو او دندون، قلم، الشيخ، ملعقه، ورع، نجر، كحلا. كحلا انك وراك كحلا. من انت كحلان؟ اطلع 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 طبر. اطلع انت كحلان. يلا اطلع برا. تعجبني هنا احمد. اطلع اخترت عمرك وضعها انت عمرك. فيك فت عمو انت في راسك فت. عرفت اللي في بوبجي يذبح نفسه. انا رجع. يلا يا احمد. ليه؟ كحلان، كريزماوي، خخاخ، عدله. اللي يروح يشتم على اسمه. حلان راح. ما ادري وين قريت كحلان معاه. الدندون، الملعقه، الورع، قلم، شيخ. شيخ؟ اي تعجبني. الله يعزك. اختار اختيار ثاني عشان تطلع. خطا. انا ماني معكم في المسابقه. كريزماوي. كريزماوي كفو. خطا. برا. ما قصرت يا احمد. اديت اداء. شكرا. اسلم. هنا جاء سالم. سوبر ابن مشيب. ونعم اني والله داري يا ابن مشيب. شل عفشك. عاش. من قال يعيش؟ عاش. من قال يعيش؟ قال عيب. العب. يلا يلا كمل. يلا موجود الصيني، كريزماوي، خخاخع، دله، الدندون، الشيخ، قلم، الورع، نجر. والكل اهلي وناسي والكل ذكي. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام. نقول لك بعده منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف. كشتتك بالنفودة والثمامة.
باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. تخيل طعم شاهي تلقيمة صار بهالأكياس، لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية. يا سلام، شوف دم الغزال. الغربي يغنيك. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هولي هولي كاريزما، في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري، بالقيم فني وحبوري والثقة لازم ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي. صح، يلا برا. اي والله برا. يلا يلا يا ريا، يلا ما قدر. اي هالورع، اي معليش نعم والله. طيب خلاص، ما انت بورع خلاص، هذه اهانه. لا 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 ما يمدي، واضح. لازم يلا اخلص والله. فقرتنا ابن هيدار، ها كاريزماوي، دندون، ملعقه، ورع، نجر. المعلوميه كاريزماوي طلع. كاريزماوي طلع. طيب عطني اسماء. انا كاريزماوي، انا كاريزماوي. طيب كم باقي معنا؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. مفروض ان باقي عندي اثنين هنا. فيصل، من اللي موجود؟ الاسم عبد الواحد، ما سجلنا تو داخل اللعبة، انت مسجله. مسجله. طيب انت هذا جوكر، الجوكر مو حد يدري. سجل مبسوط. صح لا 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 دقيقه عطى السماعة الثانية. يا شيخ يا شيخ، انا برجع اذا ما كتب. وشو اذا ما كتب؟ هو لقب يا حبيبي. صار يا اخويا. الا الا رجع سياره لانه ما كان. ما كتب ليه؟ ما كتب والله. والله عاد بكيف والله. ما كتب رجعني. اجلس اجلس اجلس، ايش بقول لك؟ يا شيخ اجلس هنا. يا شيخ يلا هنا ريان بسرعه. ايوه اعطني اسمه. وش اللي يجلس يا شيخ؟ شوف، خخاخع دندون. مين كتب خخاخع؟ القلم، ملعقه، ورع، نجر، الذيب، الكفو. خخاخع؟ والله ناشب لك. ايه نجر. عرفت. لا 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 ما ادري. اتوقع نجرم ذا الحزة. ما النجرم يا شيخ؟ نجر لو ولد هذا. ايش تقول يا شيخ؟ صار على كيفك اخي، انت تعجب. ما اخترت انا. دقيقة والله يعجبني. باقي انا ما اتكلم يا شيخ. حلو، يلا عجبني تكتيك مريض. اخر اسم قلت شيخ. دكة بدلاء، ملعقه، حصان، خخاخع، دندون، قلم، ملعقه، ورع، نجر، ارسل. اخلص. مدير اخلص. طيب يا شيخ يلا خذ برا وجو. اخلص. نجر من؟ الشيخ راجع. صح، برا اطلع. يلا غبي انت، عيدها. قعلبها بسرعه. خخاخع، دندون، قلم، ملعقه، ورع، نجر، الكفو، الحصان. ورع احس انه الرجال. انا قلم. الورع هذا صحيح. ها صحيح. لا المنشد شو اسمه؟ دندون في الرجال العامل. دندون والله انك دندون. اطلع اطلع، جعلك تحايا. اطلع وينك حلال وروب؟ يلا بسرعه اختار. ضمني معهم. عندي خخاخه، عندي دندون، عندي الحصان. لا دندون طلع. عندي الحصان، عندي ملعقه، عندي ورع، عندي الكفو، عندي الذيب.
عندي خخاخة. ها ملعقة خطأ صحيح ملعقة خطأ هذا ايه خطأ اي زد واحد ثاني ملعقة حظ اوفر يا حبيبي خطأ استريح شغل مايكك برا برا شغل مايكك وبرا طف المايك اي قديمة الحركات ذي اطلع برا تسمعوني ذا الحين يا الربع الآن خلينا شغلنا ميوزك يلا حمي الوطيس يا الربع اللي يفوز يمكنني ما قلتها اللي يفوز من الثلاثة هذوني شباب يا معي شباب صوت ايه اللي يفوز من الثلاثة هذوني 200 ريال وتحطها سحب المتسابقينك للمتابعين يا سلام اعطيك 200 ريال وتخليها سحب المتسابقينك يا سلام خلاص يا سلام نبدأ كم اسم يا ابو عاصم مكتوب عندنا خخاخ عندنا الحصان عندنا القلم عندنا الورع عندنا نجر الملعقة راح اي طيب عد من الاول عندنا خخاخة عندنا الحصان عندنا قلم عندنا الورع عندنا نجر عندنا الكفو خخاخة خطأ حظ اوفر خخاخة خطأ طيب اختار ثاني واحد ثاني بسرعة خخاخة يا سلام ما يبي له واحد اثنين ليه ما يبي له واحد اثنين؟ اسمع واجد اسمع واجد هذا الحين بينهم يتحداهم يعرفون بعض يلا اختار ابشر عندنا الحصان وعندنا الملعقة وعندنا الورع وعندنا الكفو وعندنا النجر الورع يا سلام والله انك ورع عن ظنتي ضايع انت ضايع الورع ما في ورع طالع الورع طيب اسمع لا في يلا باقي واحده ثانيه ها قول لا اله الا الله حق لا اله الا الله الحصان الدندون القلم الملعقه القلم القلم قلم الف الف يقول حرج واحد زمانك حصان وكفو ومطلق ها؟ اسمك قل يلا انا اخترت الحصان تحديدا اهدى لعيال الاستراحه ما ينادون الا الحصان والله انك حصان ما عليكم زوج يا ربي يعزك يوفقنا وياه طيب ايش اسمي انا؟ انت نجر ايه كل ذا ونجر الله يبيض وجيهكم مشكورين لا انتوا لا انتوا ها كل هذا نجر يعني ايش نجر طقم على اللون عزبه عزبه انت عزبه لبيك شرب الشاي تقول لا اله الا الله لا لاني ما ابي ايوه انت ابي انت ما ابي هذا اسمع 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 ايش يدك بارده هلا هذا يدخل وانا يدخل وعبد الله يدخل كلنا كبير هذا وين اسلام اسلام في فعليه واحد يدخل هنا وانتم كل واحد يصير مكان اليوم ما يشوف يطلع هذا يعني يخش في اي مكان في اي مكان غميمه 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 روح ندور انا اول واحد بعد يا بابا زود صوتي عشان يسمعوني بعد العشره وكل واحد يخش في محل وانت يا انا بروح هناك عشان ما تشوفوني طيب بابا زي صوتي تكفى انا ادخل عشان يسمعون عبد الله تلعب ولا لا يلا غميضة يلا وانت روح المكان شيله يا بابا ولا عليك امر خلاص نبي شيله ونلف بلعب غميمة وين اخش في الاعداد لا عندك هنا عندك 20 محل اباضه صوتي يا بابا واحد تسمعوني لا لا ما نسمع والله 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 سلامات ولد اطلع شفتك انت انا كلهم في المطبخ شوف شوف شفتك 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 دقيقه يا الله من اللي في المطبخ وين ذو راح اليوم؟ يا اللي هناك شفتك 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 ابو كاف شفتك شفتك حلوه
أباضة شغل شلة تكفى. نضوه نضوه تعال شيء لا ما اقدر اركب ايوه والله لم شبك وشويش هيا يا شيخ هيا ايه شوف اللحيه اركبه يا رجال يلا خبل في راسك اقلبه 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 على وجهي ذا الحين لا 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 حمله ثانيه بسرعه اركب اركب ودنا بالطيب ودنا بالطيب لكن انت هرجع حا تبون قهوه طيب دقيقه لك تاج سلام دقيقه يلا ظهري لا لا مو بقلب كنت حليلك تعال ريان دقيقة والله ما سوي شيء خلا خلا حليلك كم باقي كم باقي ودا عمنا بقي خمس دقائق كم باقي كم باقي الوقت والله تفتح تشتق حسبي علي رابح صقر على العربية يا شيخ جبت رابح صقر والعربية يلا اذبح بالله ركبت والله انا اركب واشرح لها يا تعال يا شيخ تعال يا شيخ تبغى السعاده خذ رقمي شرب العود ايوه ايوه طيب استهدي بالله تعود من الشيطان طيب بك مني شوي والله طيب بك طيب صل على النبي اسمع المايك معي حلو السلام عليك اسمع والله عندي فرق ملا تقاضى حي محلوات يا رجال طيب صل على النبي صل على النبي من يركب خلاص طلعها ها حد يبغى اسمنت ها وذاك لو بثيري هنا اركب انا وديك لا توديني ولا وديك افتح الباب يلي في الباب معي عربية افتح الباب معي عربية ولا حد دور الشيخ عنده حركة ابشر 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 يلا شباب يا الربع يا الربع شباب 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 سيف 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 حياك تفضل تفضل يا ابو جمعة ايش لعبه هي؟ ايش لعبه؟ يقول له ما بلا ذا اسلم وشو؟ لا شغل المايك شغل المايك شغل المايك حقك اول شيء شغل المايك شغل المايك الله يرحم امك الله يرحمها تيست واحد اثنين ثلاثة تيست عطوا صدى صدى أبابا تسمعني؟ تسمعني يا بابا يلا صفقة لبابا لا باعني قبل شوي طيب اسمعوا ايه هذا مشاغب يبدا بالسين بحرف السين له سيف ولا سكين سلطان سيار عياله 12 وعمره 60 الساعه السنه الساعه شغل شلة صح 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 يقول حواء ملوى زنبيل يا ثوب زنبيل يا ثوب حواء دقيقة حواء يعني يمسك الماء حواء ملوى زنبيل يا ثوب زنبيل زنبيل يا ثوب انا قاعد على راسي
لا تعقب تعال يبغى يعلمنا على جزوي جزوي عطنا بيها عرب هذه لا نبي شل قم النار يا شبابها جزوي 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 بكره بكره يا رجال لما جاء نهايه البث نبغى نتصور كلنا تو الكاميرا طيب قول يلا لا 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 تجمعنا تو الكاميرا باقي باقي والله 6 و 5 و تعال نصور دقيقة لغز لغز بعدين اصور اشرح لها لغز يا عيال لغز الله اروح 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 بعدين اعطيك كلها تو ابابا ابابا على خصم الاول ها ابابا تنزل يا عيال دقيقة يا عيال ابابا اهم شيء انها يا عيال صوت 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 صدق صدق اهم شيء تنزل بحساب الواقع بتويتر يلا يلا طيب مجموعات المجموعه الثانيه تعالوا هنا تحت تعال هنا عنده زوم لا هنا عنده زوم تعالوا عشان الزوم تعالوا كذا تعالوا 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 وين ورا ما عاد معك ان شاء الله الاول اطوال واقفين ولا مصار جالسين قدموا شوي الاول لنا الله يرضى انت واقف ولا جالس اجلس ايوه احنا منك انت قاعد شو خبر طيب قدم يلا ارجعوا هنا دوري ابطال تعال يا سياف الشيخ وينه يا شيخ عاصم تعال تعال حمد يا شيخ نادي الشيخ نادي الشيخ نادي الشيخ صوره 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 جمعيه انا عندي صوره فكره صوره مرحبا يا سلام اول مرحبا حنا تحت طيب تحت تحت الصغار تحت الصغار تحت تحت دوره الصغار تحت الصغار تحت يا ولد لا يا بابا في ذبه في الموضوع فهمت 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 كيف الفكره يا بابا شفت فهمت دقيقه شيله 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 يا ايه رساله هي رساله مبطله يا بابا شيله صورة 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 يلا يلا هذا هو شغل شغل يلا يلا اشبط اجلس تعال ما ادري في عمال علي ولا جالس انا قاعد اجلس واحد مين هذا ثلاجه ثلاجه هذا مدري شيء ادري شيء اصبر خليه من باقي من باقي من باقي من باقي ظبطها تكفى ابو عاصم ابو تكفى بابا فاكر لا يا اخي يا بابا تكفى اصبر يا عيال تبون نداهم داخل لا لا دقيقه دقيقه ماينكرافت هذا خلوه يا عيال والله انه متعمد يخليه ما واضح ما بيصور عد عد ركز ركز يلا 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 واحد هذا عدد ثلاثة هذا اعداد ولا استفزني تعال 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 يا تعال يا يا لا تخريب واقفين ما في وقت يصورنا من الجهه الثانيه يقول السبايك يقول السبايك خلاص شغل شله شغل شله خلاص الكاميرا هذه هذه شله يا بابا شله شله يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال نجي نروح الكاميرا ثانيه يلا يلا كل الاثنين عند كاميرا كل الاثنين عند كاميرا يلا يلا تعال واحد يجي تعال 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 جنبي تعال جنبي تركت اسلم رحيمين 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 يا الفكره وش والله انا معكم بس الفكره وش هو طالب يسحب علينا انا دريت تكفى يا بابا حرك الكاميرا يا ايوه خليك كذا بابا تكفى تكفى تهز الرياجيل لا لا ظروف الوقت ما قلت تكفى بابا قدي تكفى قدي تبيها ولا كان هذه عليها الاعداد رمعناها اميره دور الكاميرا اللي عليها يلا هذه هذه طيب دقيقه دقيقه ابابا دقيقه بعد اذن العيال احنا بنروح كاميرا من الكاميرات تكون انت مختارها اذا هي فعلا اللي انت مختارها صورني المقابلة المقابلة يلا كذا تم المقابلة إذا تم إذا تم حرك إذا تم عطنا كاميرا عشوائية خلي البث خلي البث على كاميرا واحدة ونروح إحنا إذا هي صح إذا هي في صورة جمعية يا صور قولي يا ولد قولي زي حرك كيف فيس إيه موافق تم 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 عيا بابا
صف صف. في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 لازم, لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لازم لازم, 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 لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي أولي لي كاريزما يا تركي يا ولد يا الربع تركي محمد سلام سلام سياف سلام تركي 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 سند يا تركي يلا يلا يا الربع يلا 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 حلقه حلقه دائره دائره ولا حلقه حلقه يلا تبينا نسوي حلقه الاخيره يلا التحية وردة سلام انت ولا قزوعي ولا هذه تمر لا 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 يلا ارجع ارجع كذا شوف شفتوا التحية وردة انا قلت يلا شوف لا 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 يجعني زغني تعال تعال لك تحية تعال اسمع اسمع بعدين تكلم انت وياه بعدين اللي طلعت هناك في الشقة حقتكم يا سلام صوتك واضح يا رب ها انتوا عندكم غير احنا عندنا غير ما لي دخل انا ايش يقول يمكن ما ادري والله ايش قصدك يلا اسمع اسمع يا رجال انت ما هو دقيق في كل كلمه بتعجز معي انا والله اني ما ادري ايش قلت انت اصلا اي زين يا اللعبه وش اللعبه وش يلا اللعبه اسمع اسمع اسكب يا سلام يا اخي فيه ناس سبحان يلا 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 اسمع 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 اقول اسمك تقدم اللي ما يتقدم بيطلع على طول لا ياخر اللعبه ها عبد الله سامينا كل ما يشوف ها عبد الله سامينا مش دخل كان اللي يقول هو عايم عليك يا ابو 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 عاصم ابو عاصم احنا اثنين تركي ها احنا اثنين تركي طيب يلا مع السلامه تقدم كلنا بقول عندك ابو سامي تركي من تركي الوهبي الوهبي وانت القريشي كل القريشي القريشي يلا خلاص ترى مو بلازم اني اشوفه خلاص مو بلازم اني اشوفه يلا واحد دقيقة خليني اعطيك سبيكر اثنين صوت صبيا صبيا سبيكر 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 الو بس يا سلام اثر صوتي زين وانا ما دريت يلا كلمة مسموعة لحام ذا يلا نبدا واحد اثنين ثلاثة الوهبي ارجع ها نعم فيصل اثنين كويس صح يا سلام حيك وحي فالك طيب الان بنغيرها بس تجلس على طول كذا كذا مو لا 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 كذا خفيف بس التاخر تمشي على طول خلاص بسرعه شيباني بس ارفع شيباني عبد الله حربي عبد الله حربي ما جلس ما جلس اسمع عبد الله الحربي والحربي والحربي لا يوم قال اسمع الحربي اسمع الحربي هو كله صح هو اسمع الحربي طيب دقيقه طيب صبر 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 احنا قلنا داخل برنامج اسمع عبوي امسك البرنامج انت خلص خلي الفقره عندك يلا
شيخ فلاح سم اجلس. يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ. عاصمي عاصمي ما في لنا. فلاح هو حاقد. عبد الله اطلع. لا لا والله العظيم والله العظيم حقد عليه. بسرعه حربي. عبود داخل برنامج اكلبي. والكل اهلي وناسي والكل ذكي. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعدها منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفودة والثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدامي. تخيل طعم شاهي تلقيمة صار بهالأكياس. لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية. يا سلام شوف دم الغزال. الغربي يغنيك. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي أولي ليه 16 خلاص كل واحد لا اصبر كل واحد عرف رقمه صح؟ لا لا عد عد والله ما أدري كم قلت 13 خلاص من جديد يلا 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 خلاص انا اقول بعد اذنك لبيك منها. على وضعنا ذا والاعداد جاء في بالي لعبه اقسم بالله اسطوريه. تفضل. مثلا الرقم 17 اللي يقوله يطلع لك حريه انك تقول رقم او رقمين. عرفتها لك حريه انك تقول واحد اثنين او واحد 21 الممنوع. اسمع رقم مثلا 9 و 6 9 اسمع رقم واحد بكل عدد ممنوع. عرف لا فاهم بس باي اجل ذي اللي تنادي اسمي واجلس وش ذي هذه كذا جات فيك. يلا انا اقول انا رقم 16 انا رقم 16 كويس اقول 16 3 ايه 3 يرد علي 3 يقول 3 16 او 3 5 شغل عمليات يعني ها يعني عمليات عرفت قلت تقول 5 اي انت تقول 45 انت تقول 5 16 طلبه طيب تجربه واحده اللعبه دي ما جازت لكم غيروه يلا يا الربع رقم واحد في كل عدد 9 لا نقول خلاص يعني 11 21 حريه رقم او رقمين اللي يجي عنده واحد مجبور يقوله يطلع واحد كتابه يعلن لا اسمع 11 21 31 لا مو لا تجبره مثلا نقول من 1 الى 9 رقم 9 ما يقول 9 يقول 10 11 20 19 ما يقول 10 لا يلا عشان بس نختصر نخلي رقم 1 عشان نوصل 9 رقم 21 اللي يجي عنده 21 وينطقه يطلع لا هذه لعبه ثانيه يقصدها جرب لا هذه يقصد وش الحين هي 21 رقم حلو لك حرية اختيار تختار رقم او رقمين واحد اثنين مثلا تقول او تجي عندي انا لا 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 اذنك اللي وقف عنده 21 يطلع لا حلوة يلا لك حرية رقم او رقمين اختار 31 عشان حوار 31 يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
امسك الشريط. كم الشريط انزل؟ حلو. 15 16 17 18 عشان يوصلكم. ابن ابي يقول 20 عشان مهم مهم كمله لانا مهم كمله واحد عشان نمشي خلاص عشان بدي رايكم بدون ما يحتاج ايوه اي طيب يا يلا يلا اسلم طيب يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لا 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 رقم من فلان عشان رقمين خلاص يلا رقمين يلا 13 15 16 17 19 ابو عبد الله لا ابو عبد الله بال 20 اه 20 20 20 اطلع لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي اوليلي جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لا لازم لا لازم ضروري هذا سباق الحماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما فني وحبوري والثقة لازم لا لازم لا لازم ضروري هذا سباق حماسي. أنا فيصل ماجد الشيباني، العمر 28 سنة، منطقة الرياض. أوعد جمهوري بالواقعية، الشعر، القصص، السوالف، تاريخ، بإذن الله نحوز على رضاهم. الاسم عبد الله سالم القحطاني، العمر 27 سنة، من خميس مشيت. ما بقول أوعد جمهوري، أقول أوعد الجمهور بشكل عام بإذن الله. نقدم ما يرضي الله أولا، يرضي ذائقتهم، نخليهم إن شاء الله مستمتعين معنا. أخوكم المتسابق فيصل حازم السنحاني، العمر 27، من المنطقة الجنوبية. أوعد جمهوري ومحبين فيصل حازم، نقدم الشيء اللي يرضي الله ويرضيهم. أخوكم محمد بن جابر الجلاب المري، العمر 22 سنة، هواية متذوق للشعر، أحب التلقين مقدم. نعد الجمهور إن شاء الله كل علم طيب. معكم سياف علي محمد الأكلوبي، العمر 27 سنة، إن شاء الله أن يدخل البرنامج واللي هقب سياف يبشر بالسعد، وحالفنا الحظ ودخلنا البرنامج أبشروا بي. شايع فهيد السهلي من منطقة مشاش السور، تابع للرياض، العمر 23، وعد جمهوري ما كان له علم طيب، وبإذن الله نشوفون أشياء جبارة، ومع الكرنفال الجديد بتشوفون أشياء جبارة بإذن اللي ما تنام عينه وما عودكم الأخوان الموجودين هنا.
معكم أخوكم تركي محمد بن فاهد الواهبي، العمر 20 سنة، من سكان محافظة بيشة. نوعد الجمهور إن شاء الله بكل علم طيب وبكل علم يسر خاطره، والله وابشروا بي إن شاء الله. سلامتكم جميعا. أخوكم إبراهيم عواد الظفيري من محافظة حفر الباطن، العمر 31 سنة. أوعد جمهوري بإذن الله نقدم ما يرضي الله عز وجل، وبإذن الله القادم أجمل. محمد بن مساعد الودعامي، العمر 26، من أهالي وادي الدواسر، نشأت وترعرعتي وانهلت من علومي ومعارفي. أوعدكم بما يسركم ويحوز على رضاكم، إن قالها الله والليالي مدور لرقى سنة مطويق والحلمة. معكم أخوكم مهند هندي سليمان العرماني، العمر 20 سنة، من سكان حايل. بإذن الله أوعدكم إن الله كتب ودخلنا البرنامج ممثل وسوالف مقدم تمثيل قصص، عسى ربي يوفقنا احنا وخيانا. الاسم احمد بن عبد الله العامري، من منطقة الباحة، العمر 28 سنة. اوعي الجمهور ان شاء الله بكل علم طيب، قصيد وشيلات، وان شاء الله انهم ما يشوفون العلم اللي في طيب خطرهم باذن الله تعالى. معكم اخوكم محمد ال بريك الدوسي، من منطقة الرياض، العمر 20 سنة. جاي نقدم ان شاء الله العلوم الطيبة كلها باذن الله، على اسم البرنامج كاريزما، جاي نقدم الكاريزما حقتنا ان شاء الله. الله يكتب لك الخير. معكم اخوكم سلطان بن ثقل الدوسري، من منطقة وادي برك بمحافظة حوطة بني تميم، العمر 30 سنة. اوعد جمهوري بكل علم طيب، واوعدهم بالوناسة والضحك ووسعة الخاطر وبكل علم يجملنا، واذا الله رزقني محبة الجمهور كله اللي شاهدنا هذه المكسب الاول والاخير. واقول لهم دندنوا وغنوا وابشروا بالصوت اللي يطربكم وابشروا بكل علم طيب. هلا حياكم الله، معكم سيف بطيل اكلبي، العمر 36 سنة، من الرياض. أوعد جمهوري بإذن الله أني أكون إضافة في البرنامج وفي عالم البرامج الواقع بشكل عام. معكم أخوكم فلاح العاصمي من مدينة الهياثم، مبلغ من العمر 40 سنة. أعدكم بكل ما هو مفيد سواء في الدروس الإسلامية أو الفوائد الإسلامية أو الفوائد الاجتماعية، وأهم من خروجنا على الشاشة، وأهم من الاسم يطلع والاسم يطلع وتصير مشهور وتصير معروف، هو إنهاء هذا الوقف اللي هو للأيتام. فبإنهاء هذا الوقف تصير لكم من الأمور العظيمة ما الله بها عليم. معكم عبد الواحد بن عريج، العمر 24 سنة، من محافظة أحد رفيدة. أوعد جمهوري بكل علم غانم بواحد من المراكز الأولى. معكم ريان عوض أبو حثرة، العمر 24 سنة، من المنطقة الجنوبية بمحافظة خميس مشيط. أوعدكم بما يرضي الله ثم يرضيكم وابشروا بالخير. معكم سند سعد القحطاني، من منطقة سرات عبيدة، العمر 27 سنة. بإذن الله نوعد الجمهور بالقصص وبالكاريزما الحلوة بإذن الله، وفالنا وفالكم التوفيق. اسمي عبد الله ماجد الحربي، عمري 25 سنة، من حايل، متخرج هندسة كهربائية، تخصصين، تخصص واحد. إنسان على طبيعتي، ماني بمنشد ولا إني شاعر، رياليتي عالي جدا جدا، كاريزما بإذن الله. أوعد الجمهور بالأفضل بإذن الواحد الأحد، وبإذن الله نرضيكم وفالنا التوفيق بإذن الله. معكم تركيا بن عبد الله القريشي، العمر 28 عام، من المنطقة الجنوبية تحديدا سرات عبيدة. أوعد جمهوري وجمهور كيان الواقع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويرضينا ويرضيهم، وأسأل الله أن الله يجملنا ويجملهم ويقبلنا ويقبلهم عند الله وخلقه. معكم المتسابق فيصل بن علمان الدبالين، من محافظة الخرج، العمر 27 سنة. أوعد الله عز وجل ثم نفسي ثم جمهوري إن شاء الله لارضيهم كل علم زين إن شاء الله. الشاعر سعيد بن فارع يقول: أطلق حجاجك وخلك على الدنيا صبور، واعرف ما بعد ضيق الأمور إلا سعة، وصلح أمورك مع الله وشب باقي الأمور كيف بتزيل لزانة أمورك معه. بالشاعر يقول: جامل وسامح واعتمر كل زلة، طبع آدمي موروث والعرق دساس، واللي يقول أبعد عن الناس قل له ما غيرهم في كوكب الأرض جلاس، حاول تحب الناس وحبك الله، والله إذا حبك يحبونك الناس. هولي هولي كاريزما، في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري.
القيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي.